لما بترجعي بالذاكره لورا وبتفتكري كل الاعمال العظيمه اللي انت قدمتيها، والحقيقه ما عندكيش عمل تخجلي منه، لا تقولي حققتي ذاتك، حققتي اللي انت كنت عايزاه؟ حققت ان انا ما غلطتش، ما لبستش مايو، ما لبستش عري، وما لبستش شورت. ده كان هدفي. ما قلتش كلمه خارجه بتجرح. ليه كلام الخارج؟ ليه ما قلتش كلام حلو، كلام لطيف، كلام فيه حب وفيه تضحيات وفيه يعني كل حاجه حلوه.